كل الناس دايما بتركز على اطلالات الفنانات خلال مهرجان الجونه السينمائي، ودايما بتحصل مقارنات بين الفنانات، مين صاحبه افضل اطلاله ومين صاحبه اسوا اطلاله، وبننسى الفنانين. الاطلاله الاولى كانت من نصيب الفنان احمد داوود اللي ظهر مع زوجته الفنانه علا رشدي ببدله بيضاء بياض تصميمها لنبلاء اوروبا في القرون الوسطى، ونسق معاها حذاء بنفس اللون. الاطلاله الثانيه كانت لاحد صناع المحتوى اللي ظهر وهو لابس روب، وطبعا الكل كان مستغرب لدرجه ان الجمهور سخر من اطلاله صانع المحتوى ده، وقالوا انه صحى من النوم نزل على المهرجان على طول. وكمان في بلوجر ظهر بالبيجامه السوداء في مشهد غريب جدا، وده كان بالنسبه للجمهور والمتابعين اطلالات غريبه لانهم مش متعودين ان اشخاص يظهروا على الريد كاربت بالبيجامه. الاطلاله الثالثه كانت من نصيب الفنان تامر هجرس اللي ارتدى بنطلون احمر مع قميص اسود، وده عرضه لانتقاد الجمهور على السوشيال ميديا اللي وصف لبسه بانه غير مناسب للمهرجان. الاطلاله الرابعه كانت من نصيب النجم آسر ياسين اللي ارتدى بدله واسعه جدا من قماش التويد، وهو خامه بتدي دفء ومتانه وبتتناسب مع اجواء الخريف والشتاء. لون البدله كان بالفاتح والبني مع نقشه دقيقه، وينسق البدله مع قميص ابيض ورابطه عنق بنيه داكنه. ورغم اناقه آسر المعروف بيها الا انه تعرض لانتقادات المتابعين بسبب شكل البدله اللي كانت واسعه جدا ومش ملائمه ليه نهائيا.